لا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة. الأسواق. أخونا العزيز، أخونا سمير سني من أمريكا. أخونا السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل أخي. أولا أخي الفاضل، الصحابة الذين تتكلم عنهم قد ترضى عنهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. حتى الله في القرآن. أنا وأنت ترضى عنا الله في القرآن الكريم. تقول لي وين؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار ورضوان من الله أكبر، أكثر من الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا يقول ورضوان من الله أكبر للمؤمن، كل مؤمن مو بس الصحابة. دوختونا صدقتونا، الصحابة الله رضي عنهم، الصحابة أنا وأنت رضي الله عنه. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ أقول لك شنو المشكلة، أقول لك شنو المشكلة. يتفضل. شنو المشكلة؟ أقول لك شنو المشكلة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا حتى يدخل الإيمان في قلوبكم. أنا لا أنا ولا أنت نضمن أننا قد وصلنا إلى مرحلة الإيمان. أتحداك تعطيني الآن عشرة من أسماء الصحابة دخل الإيمان في قلوبهم حقيقة. تقدر ما، لأن الإيمان مسألة قلبية، الإيمان ليس شيء ظاهري، الإيمان ليس شيئا ظاهريا، الإيمان شيء قلبي. شنو هلا شققت عن قلبه أنت؟ شقيت عن قلب الصحابة وعرفتهم كلهم مؤمنين؟ ما تستطيع أن تجزم بهذه المسألة. هذه مسألة موكولة إلى الله، المسألة موكولة. نعم كلهم مسلمين، نعم كلهم مسلمين ونشهد بذلك، طيب ونلقى الله على ذلك، كلهم مسلمين لكن كلهم مؤمنين لا، دون إثبات ذلك خطر. أستاذ هيثم اسمح لي أن أرد على الأخ. الأخ يعني أتى وقال أن الصحابة الذين ترضى عنهم الله. يا أخي الكريم، ليس كل الصحابة ترضى عنهم الله، وهب أن الصحابة كلهم ترضى عنهم الله، فالعبرة بخواتيمها، الأمور بخاتمتها. يا أخي الكريم، أنا اليوم مسلم، غدا لا أضمن نفسي أنني أكون مسلم. الله عز وجل، هاي تماشيا مع ما قاله الأستاذ هيثم، الله عز وجل ليس يترضى عن الأستاذ هيثم وعن المسلمين حسب، لا بل يصلي علينا. انظر إلى الآية الكريمة تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات رحمة وأولئك هم. أنا اليوم وصدقت الله واسترجعت الله عز وجل، تصلي عليه ليس فقط يترضى عليه. القضية ليست هذا الكلام، القضية قضية تاريخ. يجب أن نعرف تاريخنا الإسلامي حتى نعرف من أخذنا ديننا. طيب هل بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالشورى أم لم يبايع بالشورى؟ لا، علي بن أبي طالب لم يبايع بالشورى. لا، لم يبايع بالشورى. الله أكبر. فكيف أصبح خليفة؟ هل اغتصب الخلافة من الآلاف المؤلفة التي تتكلم عنها؟ الآن يأتيك الجواب، الآن بشرط أن تسكتوا حتى يأتيكم الجواب. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما جاءت، يعني في معلومات الآن يمكن لا تسمحها أخونا العزيز، أخونا الخصوصا المصري يمكن تصعق والله العظيم، حينما أعطيك الأدلة على أنه ترتيب الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان كان هذا مفروغ منه قبل أن يتولوا الخلافة، واضح. وأعطيك الأدلة بأسانيد صحيحة أن عثمان كتب اسم عمر بن الخطاب في عهد أبي بكر، فلما أفاق قال من كتبت؟ قال كتبت عمر. قال أحسنت، هذا هو المطلوب. ثم إن الحادي كان يحدو في زمن عمر بأن الخليفة بعده عثمان ابن عفان، بسنة الصحيح ابن حجر فتح الباري. القضية مفروغ منها. طيب لحظة. هذا ترشيح وليست بيعة. لا ليس ترشيح يا رجل، ليس ترشيح. هذا ترشيح قاعد أبو بكر مغمى عليه. أبو بكر وينك؟ أبو بكر مغمى عليه، قال لا أحد يحد إلى أحد حتى أفيق، ما في. قاعد يرد العثمان، وعثمان هذا تاريخ المدينة في سنة الصحيح، وعثمان يكتب إن الخليفة بعدي أغمي عليه.
كتب عثمان عمر بن الخطاب. زين قعد أبو بكر قال أروني العهد قرأ. قال من كتب هذا؟ قال أنا. قال هو الذي أردته، أنا أردت عمر. جاءه طلحة وعلي بن أبي طالب، تستخلف علينا فظا غليظا؟ قال أقول لرب استخلفت عليهم خيرهم. وين وين الشورى؟ ها احلب، يقول له علي بن أبي طالب عمر احلب اليوم حلبا لك غدا شطره. اليوم أنت وقفت له بالسقيفة لكي يرد إليك الأمر غدا، وفعلا هذا الذي حصل. احلب حلبا، احلب حلبا اليوم لك غدا شطره. زين وفعلا حلب عمر لأبي بكر، وبعدها حلب أبو بكر لعمر. ثم جاء عثمان، زين وأقول لك ابن حجر بسنة الصحيح يقول إنه الحادي كان يحدو بأن الخليفة بعد عمر عثمان ابن عفان. جينا إلى شورى الستة، اجتمعوا كما أمر عمر بن الخطاب. حينما جاءوا إلى علي بن أبي طالب، بالله السنة الصحيح الآن تاريخ المدينة، رجال رجال البخاري، رجاله رجال البخاري كلهم ثقات. إذا الطالب يقول لي طلع لي، أطلع لك يا أقرأ لك يا الآن، ولكن أقرأ من حفظه، أنا مسؤول عن الكلام. إذا هذا الكلام ما موجود تعال ادخل البث غدا وقل لي أنت كذاب كذبت عليه. تاريخ المدينة حينما دخلوا في شورى الستة، وبسنة الصحيح ورجاله ورجال البخاري، حينما حاب عبد الرحمن عثمان بن عفان ماذا فعل؟ جاء إلى علي بن أبي طالب، يعرف به إنسان معصوم، نفس قضية عمرو بن العاص. عمرو بن العاص شنو مسألة أنه يكشف عورته أمام علي بن أبي طالب؟ إيه شنو إذا كشفها؟ أنا اليوم لو بيدي سيف عمرو بن العاص لو مو يسلخ ملابسه، لو يسلخ جلده قتله، لكن يعرف هذا معصوم. أنتم تعرفون، هو يعرف، أنتم ما تعرفون. يعرفون أن علي بن أبي طالب والأنبياء معصومين من النظر إلى عورة الناس. نزع أمامه فما قتل، دار وجه عنه، لأنه وجهه مكرم، كرم الله وجهه، عن السجود، عن النظر إلى عورة الغير، عن 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 إلى آخره. فعبد الرحمن ماذا فعل؟ قال نبايعك يا علي بن أبي طالب. ابن حجر يقول لي أنه لم يوافق على بعض الشروط أعطوها لعثمان. نبايعك يا علي بن أبي طالب على أن تسير بسنة الله، بسنة رسول الله وسيرة الشيخين. قال بل بمبلغ علمي واجتهادي وطاقتي، أنا بسيرة الشيخين ما أسير، سيرة أبو بكر مع عمر. ألم تذكر أنه قال لهم دعوني والتمسوا غيري؟ اسمع 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 اسمع. فأعرض لهم، فجاء إلى عثمان قال هل نبايعك يا عثمان على أن تسير بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وبسيرة الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال نعم، فبايعوا. قال علي بن أبي طالب لطالما تظاهرتم علينا، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول واعترض المقداد، واعترض عبد الله بن أبي سرح مع المقداد، وكادت أن عبد الله بن أبي سرح هذا الذي ارتد، هذا قريب عثمان بن عفان، هو والمقداد وعمار، وكادت أن تكون فتنة، وأخرجهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وخرجوا. هكذا بويع عثمان بن عفان. يعرفون أن علي بن أبي طالب ما يطيق أبو بكر وعمر، شلون يقبل يمشي بسيرة أبو بكر وعمر؟ يدرون بإنسان يمشي على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفون به وصي ويعرفون به معصوم، ما يقبل بمنهج أعوج، ما يأخذ البيعة بالكذب. ممكن علي يقول فرصة، أعطينا فرصة، لا تمر على الناس كلها نص دقيقة. ممكن علي بن أبي طالب إذا كان من الذين يطمعون في الخلافة يقول لي نعم أنا أسير بسيرة الشيخين، ويأخذها بعد ذلك ما يعمل بسيرة الشيخين. لكن ليش؟ لأنه يعرف أن الحق كلمة واحدة، إذا صدرت منه وجب عليه أن يلتزم بها، مو مثل بقية الذين يفعلون يقولون ما لا يفعلون. علي بن أبي طالب يقول ويفعل. لذلك لما قتل عثمان انهال عليه الناس، لا شورى ولا هم يحزن، انهال عليه الناس في المسجد وبويع له بالإجماع. فقط علي بن أبي طالب حصل معه هكذا، انهال عليه الناس انهيال. نبايعك يا علي. وعائشة تقول كنت هذا الأصبع إني لا أظن أنه يشير بأصبعي هكذا. فلما قيل لها إن علي بن أبي طالب بويع قالت ارجعوني والله ما أظن إلا عثمان قتل مظلوما. كانت تحسب إن طلحة لعلك تعطيني نصف ما تكلمت. تفضل أخذ مثل ما تكلمت، بارك الله فيك. طيب لا تقاطعني كما لم أقاطعك، بس أولاً بشكل لا تتجاوز وما تخرج عن الموضوع. تفضل.
لا لا لا، حاشا لله أن أتزوج أن أتجاوز، أنا أتكلم في دين الله، حاشا لله أن أتجاوز. أولا بالنسبة لموضوع أنت تقول بأن لم تستلزم أن تكون هنالك شورى، بل هي كانت تنصيب، فإذا كان الأمر كذلك لماذا احتاجوا أن يجروا علي بن أبي طالب إلى البيعة كما تدعون في الصفة التي تدعون وتعرفون تعرفوا عما أتكلم كي يبايع، إذا كان الأمر لا يحتاج بيعة بعد الترشيح؟ فهنا عندك مشكلة. شنو المشكلة؟ ما فهمت، وضح وضح شنو المشكلة، شنو المشكلة؟ المشكلة إذا كانت الإمامة أو الخلافة تعطى بالترشيح فقط أو بالتوصية، فما كان هنالك لزمة أن يجر عليك الجمل المخصوص كي يبايع، لأنه بايع الناس. هاي ضدك وليس إذا بايع، لماذا احتاجوا أن يجروه كي يبايع إذا لم تكن هنالك حاجة كي يبايع الناس؟ هذه ضدك وليست لك. لا والله ضدك أنت. لا والله ضدك أنت. لعلك لم تفهم سؤالي إذن. لا فهمت، فهمت سؤالك. أنت تقول أنه إذا كانت البيعة بالنصب بالتنصيب، لماذا جروا عليا كما تقول عندكم كالجمل المغشوش؟ طبعا هذه رواية عندكم، علماءنا قالوها ترحما تظلما لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وأصل الرواية هي رواية سنية، وأول من قالها معاوية بن أبي سفيان. وأنا دائما حينما أسأل ويقال لي ما رأيك بمن يقول إن علي بن أبي طالب عليه السلام جر كالجمل المغشوش؟ طبعا أجابات عندي كثير على هذه المسألة، حتى عثمان بن عفان يقول لحذيفة بسنة صحيح لتسخطن كما يسخط الجمل ولتذبحن كما يذبح الثور، وعندهم الألباني يقول المؤمن كالجمل الأنف، طيب بسنة صحيح يصح. المهم مو هذا موضوعنا، فأنا أقول جوابي أقول رحم الله من قالها في حق علي بن أبي طالب عليه السلام تظلما، ولعنة الله من قالها في حق علي بن أبي طالب عليه السلام تعديا. اللي قالها علي تعديا لعنة الله عليه، والذي قالها عليه تظلما وترحما فرحمة الله عليه. الرواية عندنا ما تصح، واضح، والرواية حتى موجودة عندكم. أما أنه الخلافة تنصيب، لماذا علي بن أبي طالب؟ هذا على اعتبار الرواية اللي عندكم، لأن أبو بكر استولى على الخلافة والصحابة يأمرون يعلمون أن علي بن أبي طالب هو الذي أولى بها، فبالتالي يأتون بعلي بالقوة لكي يظهروا أن علي بايع حتى تبايع الناس خلفه. علي راض، أنت من إيش ما ترضون؟ خلاص انتهت القضية، هذا هو الموضوع. تفضل سؤالك الثاني. والله والله سؤالك جوابك لم يعني لم يقنعني بالمرة، ولكن المهم المهم المشاهد وليس أنت أن تقتنع. أنا لو أقنعك لو تقتنع أخي أنت لو أرجوك أنت لو تقنع تنصر الشيعي، أنا مو هدفي أقنعك تصير شيعي، أنا المهم أتكلم بالحقيقة. لا مش مشكل ليس هنالك مشكل، دعني أتابع لو تفضلت. تفضل سؤالك الثاني. سؤالي الثاني، أنت تتكلم بالعصمة وتأتي بأمور يعني ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن أريد أن أسألك يعني سؤالين عن العصمة. السؤال الأول هو لماذا قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه؟ لماذا أمره أن لا يحرك؟ لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالوحي لما ينزل عليه قبل ذلك؟ أي بعد؟ هذا السؤال الأول، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالوحي لما ينزل عليه قبل أن نزلت الآية؟ السؤال الثاني، اسمعني أخي، السؤال الثاني أجابك على هذا السؤال. تفضل. لأن القرآن عندنا وعندكم وحتى في النصوص القرآنية أنزل دفعة واحدة ثم نزل نجوما على مدار 23 سنة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما في القرآن الكريم لأنه أنزله عليه في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، زين، نزل عليك القرآن تنزيلا، تبارك الذي نزل القرآن
على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه القرآن دفعة واحدة ثم أنزلت عليه الآيات نجوما مع اتحاد، تتحد الآية مع المناسبة، تصير مناسبة تنزل الآية، فهذا وقتها. فالله تبارك وتعالى يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله حافظ القرآن يحفظ الآية، قل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمع القرآن ضم الآيات بعضها إلى بعض، زين ضم الآيات والصور بعضها إلى بعض والإعلان عنها في حينها. هذا مجرد توجيه. والله العظيم، والله العظيم قد حفرت حفرة لنفسك الآن. ما حفرت؟ أين حفرت؟ أين حفرت؟ أقول لك ما هي الحفرة. أقول لك بسم الله، بسم الله. أول الحفرة التي حفرت لنفسك هي أنه عندنا وعندكم من قل ما نتفق عليه، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، وعندكم حديث لا أتذكر لفظه بالتمام ولكن هذا قريب من لفظه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقرأنيها وعلمنيها وأملانيها فكتبتها. وهذا الحديث يكسر ظهرك مرتين. أنا ليش صغير؟ أنا أجاوبك. المرة الأولى هي أن هذا دليل على أن الآيات كانت تنزل واحدة واحدة أو بالاثنين أو بالثلاث آيات، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمليها على كتابه فيكتبونها ومن ضمنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمشكل الثاني الذي تقسم به ظهركم هذا الحديث هو أنه كيف بعلي بن أبي طالب الذي ولد في الكعبة ونزل عليه القرآن وعمره 3 أيام يحتاج أن يمليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس القرآن الذي نزل عليه وعمره 3 أيام 10 سنوات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسي المعصوم القرآن؟ هذا السؤال ألف. والسؤال باء. لا خلينا بالألف، خلينا بالألف، خلينا بالألف يا رجل، خلينا بالألف، اصبر خلينا نجاوب على الألف. مرتبطان. لا ماكو مرتبطان، ما يصير سؤالين بوقت واحد، نجاوب الأول الألف ونروح للباء. تفضل. هذا الكلام مبني على أنه علي بن أبي طالب عليه السلام نزل عليه القرآن أو جاءه وحي أو ما أعرف عمره 3 سنوات كما يقول، هذا الكلام ليس عليه دليل أبدا. 3 أيام. لا، هذا القرآن من كيسك ليس عليه دليل، واضح؟ الآن أخوان الأعزاء، لو الذين يقولونها لحظة لا تقاطعني، أنا ما قاطعتك، أنا لو سلمنا لا إله إلا الله، لو سلمنا جدلا أن علي بن أبي طالب عليه السلام تكلم بالقرآن قبل نزوله، لو سلمنا، أقول لو، أنا ما أصدق بهذه الرواية، لكن من باب الإلزام له، هذا شو يصدق بهذه الرواية لو لا، زين؟ فهو كعمر عندك، عمر بن الخطاب، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات إلى آخره، هذه قالها عمر قبل أن تنزل، نزلت مثل ما قالها عمر، يلا تحداك تقول غير هذا، الآن أطلع لك المصادر. إذن عمر تكلم ونطق بالقرآن قبل أن ينزل، وهذه الموافقات العمرية 24 موافقة، 24 موافقة هذه الكتابة، لا تقاطع. يقول عمر، يقول ابن حجر في فتح الباري، الأصل فيه وافقني ربي، ولكنه قال وافقت ربي تأدبا، وما قال عمر قولا إلا نزل القرآن به موافقا لرأي عمر، موافقا لما قال عمر، عسى ربه إن طلقهن أن يبدله نساء خيرا منكن، قالها عمر كل الآية، قالها قبل أن تنزل فجاءت مثل ما قال عمر. الآن السؤال، عمر الآن نطق عندك بالقرآن قبل، تفضل كفر لي عمر علماءك، وكفر لي عمر بن الخطاب، وكفر لي ابن تيمية، وكفر لي ابن القيم، وكفر لي كل من قال بهذه الرواية. يلا تفضل. أنا أجاوبك، مش مشكلة. أولا لو سلمنا بما تقول فبذلك تكون، لا تقول لي، شوف لا تقول سلمنا، لا هذا ما سلمنا، اسمع يا رجل هذا الكلام ما يمشي وياي. لو سلمنا مو مثل مالتي، احنا لو سلمنا مالتي اللي جبتها لك
لأنه رواية مكذوبة ما تصح أن علي بن أبي طالب قال نطق بالقرآن قبل 3 سنوات. أما أنت تريد تطبق معي وتلعب معي نفس اللعبة تقول لو سلمنا بالرواية، لا روايتك صحيحة ورغم أن أنا لم أقل اسمع 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 روايتكم يا رجل روايتكم روايتكم عسى ربه إن طلقكن ونطق عمر بالقرآن قبل هذا موجودة بأسانيد صحيحة. لا قل لو سلمنا، قل أسلم على خشمي. هيش قول على خشمي أسلم لك إن هذا صحيح عندنا. تقول مو صحيح تقول لي أقرأ أقرأ لك، فلا تلعب معنا هذه اللعبة. عمر عندك نطق بالقرآن قبل نزوله بأسانيد صحيحة، تنكر هذا؟ اسمعني، أنا قلت لك لو سلمت بالمعنى الذي تريد أن تصل إليه. أنا لم أتكلم عن الرواية وليست لي دراية قوية بالرواية كي أصدق أو أطعن فيها أولا، هذا من ناحية. من الناحية الثانية أنك لما تتكلم تحاول أن تجد مصيبة لي، فمصيبتي لا ترفع مصيبتك. هو كلكم مصائب. كان بالأحرى عليك أن تخرج من مصيبتك الأول. أنا خرجت ما عندي مصيبة، الرواية غير صحيحة وانتهى كل شيء. لا والله العظيم لا والله العظيم بل وجب عليك أن تقول أن كل الشيعة الذين يتكلمون بهذه الرواية يا رجل أنا ما يهمني الشيعة، أنا جيب لي سند صحيح وقول لي أنه عندك في كتاب الكافي بسنة صحيح علي بن أبي طالب نطق القرآن. اسمع يا رجل أرجوك جيب لي رواية بسنة صحيح إنه علي بن أبي طالب عليه السلام نطق بالقرآن قبل نزوله. ما عندك أنا أعطيك بسنة صحيح عمر نطق بالقرآن قبل نزوله. في البخاري سيدنا، في البخاري رقم الحديث 402 أي عسى ربه إن طلق كل في صحيح البخاري. أنا أريد أكذب هذه الآية بالضبط أبو كريم. أنا أريدك أنا أعيدك أن أتيك بالرواية. يا رواية بالرواية التي تقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد في الكعبة وأنه قرأ القرآن والإنجيل والتوراة عمره 3 أيام. خوش زين، إلى أن تذهب وتأتي بهذه الرواية وعلى شرط أنه تكون صحيحة زين، أنا راح أقرأ لك هذه الرواية. تفضل هذه. قبل أن تجيب على سؤالي أخواني هذا في صحيح البخاري بسورة الطلاق. أخواني أمامكم اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عمر، في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن، فنزلت هذه الآية. يا سلام عليك يا عمر يتكلم بالقرآن بكل صراحة. يا أخواني شوف يقول وافقت ربي في 3، هذا أمامكم، هذا في صحيح وافقت الله في 3 أو وافقني. عجيب، الله وافقك، شنو أنت؟ الله يوافقك، يوافق عمر، يتركون الله يوافقك أنت، مو وافقت الله، لا الله وافقني. استغفر الله ربي وأتوب لي، والله هذا كفر، والله هذا عين الكفر. الله ما عنده حكمة وما عنده دراية ينتظر عمر يفكر حتى يوافق عمر؟ هو ليش منه اللي خلق عمر؟ يعني عقل عمر أرجح من عقل الله؟ الله ينتظر عمر يفكر ويجد الحل المناسب حتى يوافق عمر؟ الله المستعان. يقول وافقني ربي وصول الكافي 84 يا رسول الله لا تقاطع. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، طبعا أكو لفظ بالسد أحمد، يدخل عليهن على نساء النبي يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وآله خيرا منكن إلى آخر الآية. يقول فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب وهذا اللفظ نفس اللفظ شوف بالقرآن باب قوله عسى ربه إن طلقكن، ويكرر الرواية ما يقارب 3 مرات. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله في الغيرة، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا
خيرا من كنا. شوف نفس الأخوان، نفس الكلمات، نفس الحركات، نفس الكسرة، نفس الضمة، نفس الفتحة، نفس ما موجود في القرآن قاله عمر، فالله سمع عمر نزل هاي آية. الله ما يعرف أخواني، الله ما يعرف يسوي ثاني عمر يتكلم باللغة العربية مثل ما قال عمر. ممكن ممكن نتكلم؟ شكو عندك بعد تتكلم؟ أسئلتك خلصت، شنو عندك بعد؟ كل ما تريد توقع لنا مصيبة تطلع أنت. اسمعني اسمعني، تريد توقع لنا مصيبة للركبة أنت طامس بيها للآمة، زين وين تروح؟ يعني هذا راح أجيب لك مصيبة تطلع أنت طامس حداك. والله والله لن أتجاوز، والله اسمعني اسمعني، والله والله لن أتجاوز. أنت تحاول أن تجعلني أتجاوز. شوف تحدي، والله أتحداك تجيب لك شغلة دام أنت متورط بيها. يلا تفضل. أوكي خليني 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 أعطيني فرصة أتكلم. أولا أولا متى تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة؟ في أي سنة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة؟ وفي أي سنة نزلت آية الحجاب؟ وكم كان عمر السيدة عائشة لما نزلت آية الحجاب؟ نحن نتكلم عن طفلة أولا حتى يعرف المتابع. يا رجل شنو علاقة المتابع؟ يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل شنو علاقة هذا بالموضوع؟ متى تزوج عائشة وكم كان عمرها ومتى نزلت آية؟ شنو علاقة هذا؟ لا لأن هذا لأن هذا الحديث الذي أتيت به يعني هو كثيرا ما يلقى شبهة، وهو حتى الآن عند يا أخي ما علاقة هذا؟ عسى ربه أن طلق منه الآن وهو يتكلم به. يا رجل أريد يا أن رجل. أجل هذه الشبهة، لكن سؤالي سؤالي يا رجل أوقف 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 بسؤالك أوقف 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 أرجوك. عسى ربه أن طلق كنا، شو لها علاقة بالحجاب؟ والله أنا 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 أسألك سؤال، بالله عليك دعني أسألك سؤال. قلت لي قلت لي سوف بالله عليك بالله عليك أسألك سؤال، سؤال سهل. قلت لك السؤال ألف ولم تجبني عليه، وهذا السؤال باء. قلت لك تسأل سؤالين مع بعض، فهذا السؤال باء. السؤال باء هو لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيكتب؟ لماذا لم يكن باستطاعة علي بن أبي طالب خالق الكون أن يسمع الوحي مباشرة من جبريل عليه السلام؟ ولماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل تكلم أمامه يا جبريل فإنه هذا علي بن أبي طالب الذي كان يقعد على يمين العرش وآدم لازال بين الماء والتراب، وهذا علي بن أبي طالب الذي خلق الكون، وهذا علي بن أبي طالب الذي هو خير من الرسل والأنبياء؟ فلماذا جبريل يكلم الرسل والأنبياء الذين هم أقل شأنا من علي بن أبي طالب ولا يتبع علي بن أبي طالب؟ دير بالك كلاب الحوأب حولك لا يعضك كلب من كلاب الحوأب، دير بالك انتبه انتبه أخونا العزيز. شوف أخونا العزيز الفاضل، هذا من باب الملاطفة. شوف أخونا العزيز الفاضل، أولا علي بن أبي طالب خالق الكون هذه ما نقر بها، ما نعتقد بها، زين. والذي يقول بهذا القول هو إنسان مغالي، زين، وقد قال ما ليس بحق. هذا القول نحن براء منه ومن يقوله، براء منه وممن يقوله، بل نشهد أن الخالق هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وما عندنا عالم من علماء الشيعة قال بهذا القول إطلاقا إطلاقا. ما عندنا ولا عالم ولا مرجع ولا إمام من أئمتنا قال إن علي بن أبي طالب عليه السلام خالق الكون. طيب طيب نرجع لسؤالك، إذا كان علي بن أبي طالب هل كان على يمين العرش؟ هل كان على يمين العرش قبل أن يخلق؟ لحظة 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 أخونا لحظة، كل هذا الكلام أبطل. اسم علي بن أبي طالب عليه السلام أسماء أهل البيت، نعم وردت عندنا روايات إنها مكتوبة على قوائم العرش، ما فيها مشكلة. طيب الآن إخوان الأعزاء ماذا يقول الأخ؟ يقول إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام كذا وكذا وكذا وخالق الكون وما أعرف شلون ويعلم بكل شيء وعالم، زين لماذا يكتب الكتاب أو يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالله لا لماذا يحتاج أن يمليه؟ لماذا يحتاج أن يمليه؟ طبعا هو هذا الكلام مبني على أساس باطل إخوان الأعزاء، وهو أن علي بن أبي طالب خالق الكون عالم الغيب والشهادة وما أدري شلون ويعلم كذا ويعلم كذا بالاستقلالية وما أعرف شنو، هذا الكلام باطل. ولكن نأتي للأخير، إنه إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعلم كل هذا الأمر وإنه خالق الكون، لماذا يملى عليه وهو يكتب؟ زين يخاب من يمه هو يكتبه؟ هذا الكلام
نفس الكلام راح ينطبق عليك، بس أنا خاف عليك تصرع. يقول ابن تيمية في الصفدية: وعمر من خير أولياء الله الذين يأخذون عن الله بغير واسطة نبي. الوحي يأتي مباشر مباشر في الصفدية. إذا كان كذلك عمر ليش يقرأ بالبقرة 12 سنة وما حافظها؟ بعد جاوبنا بروح والدك زين، 12 سنة ما حافظ البقرة، ولا ما حفظ البقرة بسنة صحيح ذبح جزور عمر بن الخطاب. يقول في الصفدية: من خير أولياء الله الذي ماذا؟ يأخذ عن الله بغير واسطة نبي. عمر محدث ملهم تحدثه الملائكة كما يقول النووي. يقول ابن تيمية: بين عينيه روح القدس. هذا روح القدس الذي ينزل بالوحي، ليش ما حفظها القرآن؟ مع السنة يروحوا الألف باتات جيم حا أبجد، ما حافظ سورة البقرة غير المغضوب عليهم بسنة صحيح، ولا الضالين يقرأها مقلوب. ابن حجر في فتح الباري يقول: غير المغضوب عليهم وغير الضالين، ما عرف يقرأ الفاتحة، ما عرف يتيمم زين، ويأخذ عن الله بغير روح. خليه يتعلم الوحي، ليش ما علمه؟ ليش ما علمه الوحي؟ علمه يتيمم، علمه يصلي. يسأل ابن عباس: يا ابن عباس، هل عندك علم من رسول الله عن الرجل إذا شك في صلاته ماذا يفعل؟ ها، أعلم الأمة. لا تعرف الشك في الصلاة، لا تعرف تقرأ الفاتحة، لا حافظ القرآن، لا حافظ سورة البقرة، لا تعرف تتيمم، لا تعرف تلطم. شاع اليمن أعلم الأمة، عندك وحي وتأخذ عن الله غير واسطة وحي. على اليمن قلت لك والله كل كلام تقوله أنت تطيح به. يلا عندك شيء بعد؟ بس حاول انه تجيب لك شيء ما موجود عندك، حتى شويه ترفع راسك، حتى ترفع راسك ويقول والله انا والله استحيت عليك، انا انت تكسرت خاطري. والله لا تغلب علي بسرعه، والله العظيم انا كسرت خاطري انت من كثر الاحراج اللي انت به الان. اغلب علي بمنطقك، اخونا اكو جماعه مسوين جروب ضد هذا البرنامج، قلهم اعطوني فرد شغله أذبها على الشيعة بحيث ما موجودة عندنا وتنقلب علينا، بلكي يعاونونك شوية، يساهمون يعطونك معلومة شغلة منا مشي أمورك فيها. شوف طيب اسمعني عندك شيء؟ تعلم مني هذه الشغلة لوجه الله. في علم المنطق هنالك شغلة تدعى باللغة الإنجليزية وراباوتيزم، لو ترجم علم المنطق. ابن تيمية يقول منطقة تزندق، فلا تتكلم بالمنطق. مو بس تزندق وتفندق. اي لا تتكلم بالمنطق، ترى زندقك والمنطق واكل بندق ونام في الفندق. طيب ينتهي واحد يتكلم الثاني، خليني اكمل. هذه باللغة العربية تعني المادة عنية، والمادة عنية هي مرفوضة في علم الكلام. يعني لو انك اترت عليك شبهة وجب عليك أن تدافع عن تلك الشبهة، ولا لا تبحث عن شبهة في الناحية الأخرى كي تقول المادة عنية وماذا عن هذا وماذا عن هذا. أنت لم تجبني على سؤال واحد مما سألتك عليه، يعني حتى يعلم الناس. والله يا أخوان أنا خاف عليك. نقط كلاب الحواب، الله يخليك، هاي كلاب الحواب مرة يجنس منها. هذا كلاب الحواب، دير بالك منها. نقط كلاب الحواب. أنا جاوبتك قلت لك هذه روايات غير صحيحة، أصلاً مو رواية. هذا علي بن أبي طالب نطق بالقرآن قبل نزوله وقال ما قال، هذا الكلام كله كذب ما يصح. طيب نعملها واني نستهلها يا رجل أنا من كيسك ما يصرف لي، كيسك ما يصرف لي. أنت أما تأتيني بمصدر وتقول لي هذا المصدر الصحيح وعند ذلك تلزمني بالرد، أما تقول لي عندكم علي بن أبي طالب نطق بالقرآن قبل نزوله وأنت لم تجب، جاوبتك قلت لك هذا كذب، تقول لي ما رديت على الشبهة، رديت عليها وقلبت عليها. هذا الكلام عندك في أصول الكافي الصفحة الرابعة. يا أحسن أتحداك الآن تعطيني هذا الكلام من أصول الكافي، يلا وإلا فأنت كذاب أشمع. الصفحة 84. ولو يلا اقرا هذا اصول الكافي. بسم الله بسم الله. ولاده الامام علي عليه السلام جاء احد ويقول اني من كتاب اصول. لحظه شرح اصول الكافي للمازندراني، ها؟ لمن؟ والله ما بعرف، هذا عندكم من موقع عقيد، ها؟ والله ولا شيء تفهم انت. من موقع من؟ محمد روحنا مع عقيد. يا عقيد ما طول نفسك، عقيد ركن لو عقيد وشاب. يا عقيد طيب
طيب استنى انا انا عفوا عفوا انا معك على التليفون واحاول ان ابحث. يا عقيد عمي يا عقيد وين انت باب الحاره؟ احنا برنامج عمي حواري مو مسلسل باب الحاره. الله يرحم والديك يا عقيد يا عميد يا ما اعرف شنو عقيد. بالغلط دزول هذا وصفه مشهور عندكم للشيعة فيه مذكوره الروايه ومذكوره في اماكن ثانيه، ولكن انا لم اكن مستعد ان اتيك بالروايه، وقلت لك لو تعطيني والله قلت الحاج وعاد رحم الله والدي بهاي الليله وجزاه الله الخير. حاج وعاد روح خذ لك فره. يلا هو موجود في كتاب السحليه صح؟ روح خذ لك فره. لا موجود في سوره الامامه. اي روح خذ لك فره اخونا، روح خذ لك فره. روح خذ لك فره على ما تلقى شو اسمه الروايه وجيبها وتعال ماشي؟ جيبها من موقع طيب طيب مش مشكلة. لا اسأل أبو عائشة كتاب الكراوي بين النهضة والعلاوي، هذا صحيح موجود هناك. اسأل أبو عائشة الشيخ. الله المستعان. تريد أسمعك صوت أبو عائشة لما يستشهد بهذا الكتاب لو لا؟ طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أخواني ختامها مسكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ختام مسكن. بس الاخ ناخذ الاخ هذا محب الشيخين الفاروق، شلون تعوفه سيدنا؟ محب الشيخين الفاروق، تفضل اخونا محب الشيخين. تفضل اخونا. نعم ارفع صوتك. جاوبون على السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله كاكا، مشتاقين. اهلا وسهلا. شلون تعوف هذا كاكا صديق؟ هلا بالكاكا. هلا بالكاكا، اهلا وسهلا، مرحبا بك كاكا. لا والله كاكا احبك والله العظيم. الكاكا كاكا صديقي من زمان. الله يبارك فيك. وينه حجي وعد؟ حجي وعد ان شاء الله مسافر على العراق. اي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. على اساس يجيني والله، بس ما داز لي الرقم على الخاص. هو يتصل بك ان شاء الله. ان شاء الله والله اجيب لك ونجي لبغداد دول اربيل بعد، شو تريد؟ اه والله هذا هو خل على عيني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان. يعني بس جيت اريد اعرف حجي وعد جاي لو ما جاي، المهم هذا والله. اي ان شاء الله هو يتصل بك، هو سافر للعراق يعني، هو اجى للعراق ان شاء الله. سيد ميدان الفخار، بس هو شويه مشغول، عنده فرد امور يرتبها ان شاء الله، ويريد يرتب مشروع البناء بناء القناه والاستوديو باذن الله سبحانه وتعالى. لا ان شاء الله بعد ان نتفرغ ان شاء الله يتواصل مع الناس باذن الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع مالكم بصراحه، هذا يعني ارفع صوتك كاكا، صوتك بعيد ما اعرف من ال...